السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 بداية من اليوم الجمعة بإذن الله تعالى 22/4/2022. تقدر تقول كده، أنا هقولك التوقيت الصح قوي وبعد كده نتكلم على القنوات الناقلة المعلقين. عندنا في نهاية هذا اليوم الجمعة 22 أبريل 2022، عندنا الترجي الرياضي التونسي هيلعب امام وفاق رياضي سطيف الساعه 11 بالليل، تمام كده بتوقيت مصر، تمام كده يوم الجمعه اليوم الساعه 11 بالليل. الساعه 12 بالليل اليوم اللي هو خلاص خلصنا الجمعه وبادئين يوم السبت، تمام كده، يعني الساعه بعد منتصف الليل بالظبط، بعد نهايه يوم الجمعه وبدايه يوم السبت، الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي هيلعب امام الاهلي المصري. هم دول الخلاف فيهم. وخليني اقول لك بقى القناه الناقله والمعلقين بس التوقيت صح الاول. يبقى الساعة 11 بالليل دي مساء اليوم الجمعة الترجي الرياضي التونسي هيلعب امام فاق رياضي سطيف الجزائري على ملعب الترجي الرياضي التونسي ملعب الاولمبي برادس. المباراة معادة الساعة 11 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والساعة 10 مساء بتوقيت تونس وتوقيت الجزائر 10 مساء، والساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وجرينتش وموريتانيا، والساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12 منتصف الساعة 1 صباحا صباح اليوم اللي هو ايه صباح السبت بقى، تمام، توقيت الامارات وعمان. الترجي وفاق سطيف على قناة بين سبورتس اتش دي 3 بين سبورت الثالثة والمعلق جواد بدة. مباراة الرجاء امام الاهلي صباح يوم السبت، تمام كده، يعني خرجنا من الجمعة وصباح السبت الساعة 12 صباحا بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والساعة 10 مساء الجمعة 10 مساء الجمعة بتوقيت المغرب والجزائر بتوقيت المغرب وجرينتش وموريتانيا، والساعة 11 مساء الجمعة بتوقيت تونس و تونس و 11 مساء بتوقيت تونس والجزائر، والساعة 1 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 2 صباحا بتوقيت طبعا صباح السبت 23/4 بتوقيت الإمارات وعمان. الرجاء أمام الأهلي على قناة بين سبورتس اتش دي 4 الرابعة والمعلق خليل البلوشي. يوم السبت باذن الله تعالى الموافق بقى 23/4/2022 مولود سان داونز هيلعب امام بترو اتلتيكو الساعه 6 مساء بتوقيت مصر 7 مساء بتوقيت مكه المكرمه، وده توقيت عادي يعني السبت الساعه 6 مساء عادي المغرب، والمعلق غير معروف القناه الناقله قناه بين سبورت اتش دي 3 بين سبورت الثالثه. مع نهايه يوم السبت كده وصباح الاحد، فاهم قصدي، يعني مباراه الرجاء والاهلي مع نهايه الجمعه وصباح السبت. اما مباراه الوداد الرياضي البيضاوي المغربي امام شباب رجاء رياضي بلوزداد الجزائري مع نهايه يوم السبت وصباح الاحد الساعه 12 صباحا توقيت مصر، الساعه 12 صباحا بتوقيت ايه بتوقيت مصر، والساعه 12 صباحا بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والساعه 11 مساء السبت 11 مساء السبت 23/4 توقيت تونس والجزائر تونس والجزائر، والساعه 10 مساء مساء الاحد مساء السبت اسف 10 مساء توقيت المغرب وجرينتش وموريتانيا، الساعة 1 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة زي ما قلنا 2 صباحا بتوقيت الإمارات وعمان. الوداد الرياضي البيضاوي المغربي هيلعب أمام شباب بلوزداد الجزائري على قناة بين سبورت اتش دي 3 بين سبورت الثالثة والمعلق المتألق عصام الشوالي، كذلك قناة المغربية الرياضية البث الأرضي هيذاع المباراة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو. أذكرك بس بنتائج الذهاب. في مباريات الذهاب متابعين الكرام وفاق سطيف تعادل امام الترجي 0-0، بيت الاتلتيكو فاز على مولود سان داونز 2-1، الاهلي فاز على الرجاء 2-1، وشباب بلوزداد خسر من الوداد 0-1. خلينا اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، رقم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.